مرحبا، بهذا المقطع الفيديو راح احكي لكم على معلومات بتهم الطلاب اللي عم يفكروا بدراسة بالجامعات التركية، وكيف وشو هي اسماء الجامعات التركية، وان كانت حكومية او خاصة، او باي مدينة متواجدة، وهي شو الجامعات اللي بتقبل بامتحان اليوز، وشو الجامعات اللي بتقبل بامتحان السات، وشو هي الجامعات يلي بتقبل بامتحان السات. بنجي هلا لهيدا الموقع. بهيدا الموقع في المعلومات يلي ذكرتها. هلا بندخل عليه، دخلنا على الرابط. هلا هون مكتوب لنا اسماء الجامعات الحكومية والخاصة اللي بتقبل الطلاب الأجانب. هلأ بنضغط هون، بعدين نحط على خيار الكل، تمام. هلأ هون عنا على اليسار اسم الجامعة، هون نوعها دولات يعني حكومية، وقف يعني خاصة، وهون المدينة اللي تقع فيها هي الجامعة. يعني هيك بيسهل على الطلاب بيعرفوا مثلا بمدنهم شو اسم الجامعة المتوفرة. ممكن يكون أكثر من جامعة، ممكن يكون جامعة واحدة، تمام. وبيوفر كمان على الطالب بيعرف الجامعة إن كانت حكومية أو إن كانت خاصة. بنزل هاي فيها أسماء الجامعات كلياتهم مع أسماء المدن. هلا مثلا شايفين هون اسطنبول اسطنبول اسطنبول، هاي الجامعات كلياتها بتقع بمدينة اسطنبول، طبعا منهم خاصات منهم حكوميات، تمام. بنكفي لتحت لنوصل للنهاية، تمام. هدول كلياتهم. هلأ بننزل لهون، عنا الجامعات الحكومية الجامعات الخاصة. هلأ هون أسماء الجامعات الحكومية اللي بتقبل باختبار السات، نضغط هون على الكل، تمام. بنشوفهم كمان نفس الفكرة، هون موجود كل أسماء الجامعات الحكومية، تمام. هدول أسماء كل الجامعات الحكومية اللي بتقبل بامتحان السات. طبعا امتحان السات هو امتحان قبول جامعي، نفس ما حكينا فوق. هون اسم الجامعة، المدينة، هون نوعها. هلأ بنسكر من هون، ننزل لتحت المعلومات الثانية، أسماء الجامعات اللي بتقبل امتحان اليوز، يعني بإمكاننا نسجل فيها عن طريق امتحان اليوز، نفس المعلومة فوق. هلا بعدين بنسكرها. اخر شيء عندنا هون اسماء الجامعات الحكوميه اللي بتقبل بالشهاده الثانويه، نضغط هون وبنعطي الكل، تمام. وبنشوف اسماء الجامعات، تمام. بنرجع بنسكرها للقائمه. هلا نحن عندنا هون اسماء الجامعات الخاصه، مثل ما شرحت انا هون، تمام، نفس المعلومات هون ولكن بالجامعات الخاصة. لهون بيكون انتهت المعلومات اللي مقدمة بهذا الفيديو من هذا الموقع. شكرا كتير للمتابعة، وما تنسوا متابعة القناة وتشغيل جرس الإشعارات. كان معكم علي النبهان، وشكرا.